يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن حلق الرأس عبادة إذا كان في الحج أو العمرة، وأنه لا يجوز الحلق لغير الله. فعندنا، يقول، عندنا في بلادنا يجبر الجنود على حلق رؤوسهم ولي يقول عندنا في بلادنا يجبر الجنود على حلق رؤوسهم، الجنود على حلق رؤوسهم ولحاهم، وإذا طالت شعورهم على حلق رؤوسهم ما في بأس، أما حلق لحاهم لا، ما يجوز حلق الرؤوس، مباح نعم، لكن حلق اللحى محرم، لا يجوز، لا طاعة لمخلوق، معصية الخالق، نعم.